كما شاهدنا في الصور يعني حادث مميت وقع بطريق الوطني رقم 53، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الحادث المؤسف الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا؟ والله حديث مؤسف ومرعب جدا، خاصة صباح اليوم في حدود الساعة 7:05 وتلقينا إيذاء بجتغاتها وطلب النجدة من طرف وحدات الدرك الوطني على مستوى هذه البلدية البرنا في ورقلة، يعني منطقة بعيدة جدا، وحتى يعني الشبكة الاتصالات ضعيفة جدا، ولم يتمكن يعني حتى هناك الإسعافات تم تنقلها، لكن حتى التحدث مع الإسعافات لإعطاء المزيد من المعطيات صعب جدا. تنسيق كبير مع مصالح الدرك الوطني اللي تزودنا بعد المعلومات أنه الصدام بين هذه السيارة النفعية والحافلة الصغيرة مع شاحنة، كانت في البداية 4 وفيات، وثم يعني تم تزويد بمعلومات من طرف الدرك الوطني ب 11 حالة وفاة. سيناريو درامي جدا، صراحة درامي جدا، دون أن الحافلة ليست حافلة نقل المسافرين بل نقل العمال، في انتظار تأكيد المعلومة من طرف أعوان الحماية المدنية وزملائنا في الدرك الوطني المتدخلين في عين المكان. أذكر أنه ربما نشرح المعلومات راجع لأن المنطقة غير مغطاة ب يعني توضحت يعني أسباب الحادث. أسباب الحادث ما زال المصالح المختصة في يعني معرفة الأسباب، خاصة على مستوى مثل هذه الأماكن يقولوا أن حركة المرور تكون قليلة، خاصة في وسط الصحراء أو في عمق الصحراء أو في مثل هذه المواقع الزمنية الصباح الباكر في الساعة 7 صباحا، التحقيق يكون كبير، خاصة لما تكون حالة وفيات وتكون بحالة كبيرة جدا، يجب التدقيق في التحقيق، خاصة إذا كان هناك تجاوز أو مناورة خطيرة أو عطب في أحد المركبات أو انحراف مركبة أو النعاس أو أحد السائقين نام، يعني الحقيقة يتطلب وقت، خاصة طرف كان هناك شهود عيان أو من الناجين ليقدموا توضيحات للمصالح المختصة. لكن يعني الشيء المهم هو الحصيلة مروعة جدا، مروعة جدا. نعم، في هذا النقطة سيد برناوي، ماذا عن هوية الضحايا، أعمارهم؟ والله لحد الآن هوية الضحايا نظن أنه المعلومات الأولية أنه ليست حافلة نقل المسافرين لكن نقل العمال أو العمال خواص لشركة خواص في المنطقة. عمرهم ما زال الآن تحديد يعني هوية الضحايا والمتوفين، حتى يعني مش شركة تبعين أو أي مؤسسة تابعين، ما زلنا نستقصي المعلومات من زملائنا في عين المكان، حتى المدير الولائي في اتصال معي هو الآن يعني تقريبا يكاد يصل إلى المنطقة، أنا تبعد كثير على مقر الولاية ورقلة، لكن الزملاء كذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، تعرفي في مثل هذه التدخلات الأولوية لإنقاذ الأرواح ومحاولة إنقاذ الأرواح، تصنيف الإسعافات، النقل إلى المركز الصحي اللي تبعد كثير على مكان الحادث، يتطلب يعني تجنيد سيارة إسعاف بعدد كبيرة، تجنيد من الحماية المدنية الدرك الوطني من مؤسسات خاصة التي لديها سيارة إسعاف في هذه المناطق، حتى يعني نقلل من الضحايا. لكن في عين المكان الآن كانت الضحية 4 وفيات، ومن حسب زورنا في الدرك الوطني 11 وفاة، يعني كان هناك وفيات في الطريق، كان هناك وفيات في المستشفيات، وفي مثل هذه الحوادث ممكن أن تكون حاصلة يعني مرشحة للارتفاع حسب يعني طبيعة الإصابات البالغة التي نعم.